يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأذكار وحدها تكون كافية لحماية الإنسان من السحر والجن، أم أن الإنسان وإن واظب على الذكر فمن الممكن أن يصاب بسحر أو بجن في وقت الغفلة عن ذكر الله؟ نعم، أجبت في آخر السؤال، إذا غفل عن ذكر الله فإنه يصاب، أما لو تحصن بذكر الله فقل أن يصاب. وقد يذكر الله بلسانه ما يذكره وهو حاضر القلب فلا ينفعه الذكر، أما إذا ذكر الله بحضور قلب فإن الله يحميه جل وعلا. إنما يصاب إما بترك الذكر وإما بذكر الله باللسان فقط دون حضور القلب. نعم.